سلام الله ورحمته ومحبته عليكم من جديد أحبتي. تعتبر تجربة فينسون هايمان من أعمق التجارب الموجودة إلى حد الساعة، يتحدث عنها عبر العالم في لقاءاته، فيديوهاته طويلة جدا وفي بعض الأحيان صعبة الفهم. حاولت أن ألخص لكم في جزئين أهم ما جاء في تلك التجربة، مستعينة ببعض الفيديوهات وكذلك ببعض المقتطفات من كتبه. شكرا لحسن تتبعكم. قبل أن أبدأ في سرد تجربتي، أريد أن أوضح أنها ليست تجربة الاقتراب من الموت كما يسميها من عاشوها، ولكنها تجربة الموت المؤقت. هذا يعني أنني مت فعلا، ولكن للحظات ثم عدت، ليس بموت الوشيك. حسب ما عشته فهو الموت بعينيه، توقف قلبي وبعد ذلك توقف دماغي، لم يعد هناك أي نشاط كهربائي في الدماغ. الموت هو واقع عشته. استغرقت العملية الجراحية التي خضعت لها 12 ساعة، كانت الأولى من نوعها في أوروبا أنذاك. كان ذلك في شهر أكتوبر من سنة 1999. أتى الطبيب الجراح خصيصا من كندا. تتطلب العملية استبدال صمام القلب، وحضر العديد من المختصين لأنها كما قلت فريدة من نوعها. كل شيء سار على ما يرام، ولكن تفاجأ الحضور بحدوث مضاعفات، حيث أنه بعد إغلاق الجرح حدث نزيف حاد وانتشرت الدماء داخل الجسد، وكانت النتيجة هو توقف القلب. بينما كان الحاضرون من الأطباء يفكرون في إيجاد طريقة للقضاء على المشكل والإسراع في إعادة فتح الجرح، تطلب الوقت 40 دقيقة. أثناء ذلك تفاجأت، لم أكن أتصور أنه يمكننا أن نعيش خارج أجسادنا، شيء مدهش بالنسبة لي، بحيث لم أكن أتوقع أبدا أن هذا ممكن. هذا يعني أن الوعي يستطيع أن يعيش بدون جسد. المدهش خلال هذا الوضع الجديد هو القدرة على الرؤية وسماع كل شيء بامتياز ودقة. نستطيع فهم ورؤية والشعور بكل شيء. نظرت من حولي لاستكشاف محيطي، وهنا رأيت جسدي فوق طاولة العمليات. رأيت أصحاب البدلات الزرقاء وهم يحاولون جاهدين إعادتي للحياة. كانت لديهم آمال كبيرة في تلك العملية التي كانت مناسبة علمية عظيمة. الجميع كانوا يتمنون نجاحها. قرأت أفكار الجميع وتباينت بين اليأس والأمل. كان بمقدوري أيضا أن أشعر وأرى الناس المتواجدين في الغرف الأخرى. علمت إذن أن شيئا ما يحدث، وابتداء من اللحظة التي أدركت فيها أنني ميت، شعرت بنفسي وأنا أنجذب داخل ما يسميه الآخرون نفق مظلم. بالنسبة لي لم يكن مظلما، بل كان عبارة عن طاقة متحركة ذو لون أزرق بمستويات مختلفة. كل شيء سار بسرعة، حيث اتجهت نحو نقطة من الضوء. في الحقيقة لا أعرف إن كنت أنا الذي يتجه نحوها أم هي التي أتت نحوي. المهم كان النفق يتحرك بسرعة ليأخذني إلى النور الذي كان مغناطيسا من الحب. شعرت بالدقة والمحبة الخالصة، لا يمكن قياس ذلك الحب وتخيله أو وصفه ونحن داخل هذه الأجساد المادية. هنا تدخل إلى عالم آخر، عالم من المعرفة المطلقة. تعرف كل شيء عن كل شيء، والمدهش هو أنك تشعر بعودتك إلى بيتك، بيتك الذي ترجع إليه بعد سفر أو رحلة طويلة متعبة. تشعر بالراحة والتواضع، السلام، الهدوء والقبول. النور الذي يحتويك يمنحك الشعور بأنك في حضن 100,000 أم. حب لا متناهي، شيء لا يصدق. الحواس لم تعد محدودة، المسافات ليست موجودة، يمكن أن ترى القرب والبعد حتى على مستوى الذرة. علمت أنني في بيتي، أعرف من أكون وأين أتواجد. وهنا ندرك الأخطاء التي ارتكبناها في حياتنا الأخيرة. لم ألتقي بأفراد عائلتي المتوفين، ولكن كنت بخير. ثم شعرت بوجود كائنات بجانبي. قيل لي لم تمت بعد، سوف تعود، أنت فقط هنا كزائر. بالطبع التخاطب يتم عن طريق الأفكار.
كان فوريا سمح لي برؤية ما بعد الموت، عالم يتكون من مستويات متعددة وأنا أسميها الترددات لأن الكلمات تعجز عن وصف ذلك. واحد من تلك الكائنات الثلاثة كنت أعرفه، إنه صديقي الذي توفي منذ 40 عاما بسبب ورم في الدماغ. كنا نتشارك نفس النظرة الفلسفية للحياة. كانت وظيفته هو أن يرافقني لزيارة الأماكن التي تذهب إليها الأرواح بعد الموت. قيل لي سوف تكون زيارة طويلة. فعلا مت لمدة 40 دقيقة، ولكن شعرت أن زيارتي في العالم الآخر استغرقت 1.5 عام. فعلا الزمن نسبي. ابتدأنا في زيارة الترددات أو العوالم السفلية. تشعر بالاهتزازات وأنت تنتقل من الدرجات السفلى إلى العلوية، أو من العوالم الثقيلة نحو الأكثر خفة والرائعة، كأنك داخل مصعد. فقط الصورة للتقريب. الكائنات لديهم أشكال بشرية. تعرفت على صديقي بفضل عينيه المليئتين بالحب، أما الآخران فلم أعرف من يكونا. عندما أقول أرى، هذا لا يعني أنني أمتلك عيون بشرية مادية. كما قلت، الرؤية تصبح أكثر حدة وقوة ووضوح. أشير إلى أنني كانت لدي فكرة أو رؤية دينية للعالم الآخر تختلف تماما عن ما اكتشفته. ثقافتي الدينية لا تتوافق مع ما رأيته. انتقلنا إذن إلى المستويات السفلية. هبوط يصيبك بالدوران، ليس سقوط حر ولكنه أعمق من ذلك. ملاحظة، النزول ليس متعلقا بالمكان ولكن على مستوى الأبعاد أو الاهتزازات أو الترددات. إذن كلما نزلنا، كلما وصلنا إلى عوالم تسودها الفوضى، عوالم مغلقة ينعدم فيها الانسجام والجمال، لا وجود للمفهوم المادي الملموس للأشياء، أمر صعب فهمه. هناك نشعر بالكراهية ونمتلئ بالشر. الشر يحتويك. الشر يمنح قوة عظيمة لمن يمتلكه، يدمر كل شيء من حولك، شيء رهيب، ويمنحك الرغبة في البحث عن المزيد منه والتغذي من المزيد. عندما كنت في ذلك المستوى، شعرت وكأنني أقتحم دماغ شخص صمم خصيصا من أجل الدمار والكراهية وانعدام المحبة. والأرواح التي تعيش في هذا المستوى تسعى لتتغذى أكثر وأكثر من الطاقة السلبية. عالم من الارتدادات الثقيلة. شعرت بأنني أتواجد في عالم ذو بعدين فقط، عالم مظلم يملأه الشر. لم يكن سهلا تقبل ما أراه، إلا أن مرافقة الكائنات الثلاثة لي ساعدني نوعا ما من تحمل ما أراه، لأن محبتهم كانت تحميني. ولكن رغم ذلك، فكل تلك المحبة التي شعرت بها من قبل والتي غمرتني بعد موتي تكاد تنعدم في ذلك العالم. تشعر بوحدة قاسية. ما هي الأرواح التي تعيش في هذا المستوى؟ غالبا هم الأشخاص الذين يرفضون المحبة وإدماجها في حياتهم. الأشخاص الذين يسيطر عليهم الأنا، حب النفس. الأنا أمر حاسم. الناس يتحدثون عن جهنم، وبالنسبة لي هذا المكان أسوأ من جهنم. وصفه يتجاوز الكلمات. لحظات رهيبة، الكآبة، كل شيء قاتم، ركود تام. ثم رأيت حائط بني اللون لاصق. وقفت أمام ذلك الحائط. كان بني اللون لزجا تنبعث منه نفايات كريهة الرائحة وأرواح محاصرة. دخلت ذلك العالم وشعوري هو الإشمئزاز، الخوف. الطاقة من كل مكان كانت مدمرة، حالة لا يمكن للبشر أن يستوعبها. انعدام النور، الشيء الذي يرافقه أيضا انعدام المحبة. هذا المكان الضيق أو الحجز صعب أن يحتمل. عندما تدخل إليه تصبح في حالة من الخمود لا توصف. أجواء لا متناهية من الألم. انعدام النور يخلق الآلام في كل مكان. في هذا المستوى الكراهية والمرارة هي ما يسكن الروح. طاقة سوداء تتمتع بمغناطيسية رهيبة. هي عبارة عن دوامة تشكلها أرواح سوداء تشبه ضباب قاتم. تجد هناك من يشبهك
وكذلك أعدائك تعاني من آلام ضحاياك. الحجز هناك يصل إلى حد لا يمكن أن تشعر فيه بالأمل أو الراحة. تحاسب نفسك بنفسك، تتألم، تصرخ، تكره وتندم. أمواج من الظلام تغطيك كل الوقت. أنت سجين الكراهية التي بداخلك. هذه المستويات كثيرة جدا ولا يمكن حصرها. لا يمكن أن تصف مقدار الكراهية والضبابية السوداء والعتمة التي تخلق جو من الغضب والغثيان. انعدام الحب يخلق الرعب. في هذه الأماكن يعيش الأنا المملوء بالألم والندم. كنت أتألم عندما رأيت ذلك العذاب. لم أستطيع الذهاب نحوهم. كنت فقط أنظر إليهم، أشعر بهم وأبكي. أرواح وحيدة وضائعة في لا مكان. أرواح تغذي نفسها بنفسها بواسطة الكراهية والحقد. كنت أسمع أشياء رهيبة وكذلك أشم روائح لا توطق. تجاوزنا الحائط عبر طغرة وهنا رأيت أشياء تقترب كما شاهدت في فيلم نصو لوغ نوتر دمور. مستنقعات ضخمة، فوضى كثيرة، الأرواح لا تراني ولكنني أشعر بها. حاولت مساعدتهم ومد يد العون لهم ولكن كان ذلك مستحيلا. الأرواح محاصرة بسبب الكراهية التي تسكنها. الخلود لا يوجد في هذا المستوى لحسن الحظ، بحيث رأيت كائنات نورانية جميلة تحاول مساعدة تلك الأرواح للخروج من عالمهم، عالم الكراهية والحقد. ولكن ليس لديهم الأمل في الخروج من وضعيتهم. إرادتهم تدور حول الشر والكراهية، الشيء الذي يغذي الأنا المدمرة والرغبة في إيذاء الغير والسيطرة عليه وتدميره. الكائنات النورانية تحاول أن تجعلهم يروا شرارة من النور عوض الظلام. معركة لا تصدق. الشيء المرعب الذي أخبرت به أيضا هو أن هناك ما هو أسوأ من ذلك العذاب، وهو ما يسميه الفلاسفة بالموت الثاني، وهو موت أو زوال الروح. القليل هم من يقدر لهم ذلك المصير. الأرواح التي ترفض الرحمة والخير وكل المحاولات لإخراجهم من وضعهم. تلك الأرواح تمتلك الأنا القوية جدا والمدمرة لدرجة أنهم لا يرضون بالتغيير ويفضلون الألم لأنهم فعلا يتألمون. يرفضون إعادة النظر في قيمهم. الموت الثاني هو تدمير كامل للروح بصفة نهائية. كان الأمر مؤلم بالنسبة لي. ولكن عندما تبدأ تلك الأرواح في طرح الأسئلة، لماذا نحن هنا؟ وما السبب؟ تبدأ الكائنات النورانية بالتدخل لمساعدتهم، ولكن غالبا ما تتراجع الأرواح. هناك عمل جبار. عندما تذهب إلى العالم الآخر، فالتعاطف هو الشعور المسيطر عليك، تريد فقط المساعدة. انطلقنا بعد ذلك نحو مستويات أقل سوادا، منها ما يشبه المفهوم الدنيوي. أرواح تبحث عن هويتها وكيفية تلبية رغباتها المتعلقة بجسدهم المادي ورغبات الغير الروحية، مثلا الرغبة في الحصول على الملذات التي فقدوها بعد موتهم، تذوق الكحول، السجائر، الإدمانات، إعادة بناء إمبراطورياتهم التي انهارت بعد وفاتهم. معظم الأرواح التائهة في هذا المستوى لا تفهم لماذا تتواجد هناك. لم تعد لديها أي قدرة على التأثير على المادة. أشخاص عاشوا حياة مادية بامتياز، حياة المظاهر، دون أن يعيروا أي اهتمام للشرارة الروحية المتواجدة بداخلهم. شرارة المحبة التي أطفأوها بأطماعهم المادية للحصول على المزيد من الممتلكات. كانوا يظنون أن هذا كل شيء ويصيبون بحيرة بعد وفاتهم، لكن كل ما كانوا يعرفونه تلاشى واندثر. الذين يهتمون بمظهرهم بشكل مفرط، عمليات التجميل المفرطة، الرغبة في الحصول على أجمل منزل، أجمل سيارة إلى آخره. أرواحهم بعد الموت ترفض قبول وجود حياة روحانية، حياة أخرى. شنطهم فارغة ولكن تصاحبهم أعمال مجردة من المحبة. من الصعب عليهم مواجهة هذا الأمر. كلما صعدنا نحو المستويات العليا، كلما دخلنا في عوالم رائعة الجمال. الحقيقة بعيدة جدا عن الوصف البشري. المستويات لا نهاية لها.
كلما ذهبنا نحو الأعلى كلما شعرت بالوجود الرباني طاقات من الحب لا تصدق. بالرغم أن القاموس اللغوي الفرنسي غني جدا بالمفردات، إلا أنه يعجز تماما بإيجاد كلمات لوصف ما رأيته. يجب اختراع مفردات جديدة. رأيت مناظر عجيبة. يجب أن أقول أننا هناك نرى الأشياء التي نحبها وتجذبنا. أفكارنا تخلق المشاهد التي نعشقها، وهذا يتم بالاشتراك مع أرواح أخرى تحب نفس الشيء. لسنا وحيدين أبدا هناك، لدينا دائما مرافقين. عندما نغادر الدنيا إلى العالم الآخر يتم الترحيب بنا بشكل لا يصدق. نلتقي بكل الأشخاص الذين عرفناهم وأحببناهم في حياتنا الدنيا، العائلة، الأصدقاء، عالم من السعادة والاحتفال. لا وجود للجدية هناك، بل المرح، روح الدعابة وخفة الدم، ولا وجود للاستهزاء أبداً.